أن عام الأفريقي يعتبر خامس أكثر حيوان هجوم على الإنسان، وتعادل ركلته 125 كيلو، يعني باستطاعته يكسر قفص. وإذا جاء يصقل أو يعني يركب برجلته، مو بنفس الخيل وراء، لا قدامهم، فلا تجي قدام وخاطرته. طبعاً مغذينا في شارع نحن تحت. تبي تجيكم النادي سهيف أو تبي تأخذ الحين؟ أصبر شوف. شوف جات. قال بريء. شوف. قال بريء. شوف أنت بتأخذ وتهج. هات. شوف النادس. ما يقدكم النادس. نادس شوف. زاحفة ترى قال له خلي جوا خلي قال لهم إن إيه فأشين واحدة خلي خاص 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 خلينا صورت الناس ووضح لهم إنك أنت من شاطر وإيش إنك شر هاي إيه إيه شر 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 خلاص خاص خاص شاطر أنت أوه كابس إيفا 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 خلاص من الشر هاي الشر شر حتى لو قاعد نقعد قالوا كيوت شفتوا ما قلتكم إن شر طبعا هذا الراكون بعضكم يحسبوا هذا اللي بوه ريح وزيت لا مبهم في نوع الظهر يجي من انواعه يطلع ريح بس لا عصرية ممتعة جميعا هذا قاعد يسن عشان بيعرف النجس